هذا الاختبار مقدم لكم من طرف سيم أوكاليبتوس الجزائر. لو سيم سيمفوني اس تي 150 دخل للسوق الجزائريه في عام 2015، وهذا في صالون الدراجات والدراجات الناريه اللي كان في لاسافيكس. عطاو له التسميه تاع اس تي، وهذا بور لو ستريت اند ستيل. اما بما يخص لو ستيل تاعو، عنده ان لوك شباب يعجب بزاف. الركبه تاعو علامه لو سيم اس تي 150 تكون مريحه. عنده ان دوبل بلوك اوبتيك في الامام، وكذلك دي فو دو بوزيسيون. اما بما يخص المحرك، هو سي تا موتور مونو سيلندر 4 طن مبرد بالريح، واللي ديفلوب 7.3 كيلو وات، وكل هذا 8500 تور مينوت. بور لا سسبنسيون، نلقاو في الامام اون فورش تيليسكوبيك اي دوبل امورتيسور ا لاريير. نلقاو في الامام ديسك دو فران تاع 260 ملم في الامام، وكذلك ان ديسك دو فران ا لاريير. لو طابلو دو بورد إلي فيزيبل، نلقاو عندو نافذة تاع البنزين، وكاين تانيك نافذة صغيرة تاع السخانة، وفي الوسط نلقاو لو كونتور، وكذلك نافذة صغيرة ديجيتال وين نلقاو لي زانفورماسيون. لي زاسبي براتيك اللي نقدرو نلقاوها في لو سيم سيمفوني اس تي 150، عندو ان بلونشي بلا اكروش ساك وين نقدرو ناخدو معنا بعض الأمتعة. في الامام نلقاو ان اسباس دو رونجمون صغير، بصح فيه اون بريج يو اس بي وتتغلق بالمفتاح. تحت لاسيل او المقعد نلقاو ان كوفر وين نقدروا نحطوا فيه كاسك انتغرال، وكاين كذلك كوب كورون. اما بما يخص للباساجي، عنده دي بوني دو مانتيان، وعنده كذلك دي روبوس بي اسكاموتابل. سعة الخزان الوقود هي 7.5 لتر. السلام عليكم، اليوم راني هنا باش ندير لكم الاختبار تاع لو سيم سيمفوني اس تي 150. اي لي تري تري كونفورتابل، عنده واحد الكونفور يا جماعه ما عندي ما نقول لكم، اللي عنده كونفور ريبروشابل. لا سيل توب، فوالا شوفوا باغ اكزومبل كيفاش نجوز. إيه ما كاش كيما نقولوا في الدرجه تاعنا، ياخذ الراي. فيها سسبنسيون مليحه، لي ريترو توب، تشوف بيان يفو بيان لي ريغلي، تشوف من اللور تشوف تري تري بيان، عندك نظره مليحه في من اللور. لو طابلو دو بور ميم كي تمشي في ميم كي تمشي ما تغيش معاه، تهبط عينك اب تشوف كلش. لاجيليتي تاعو تقول راك يصفو في البيان ما بين السيارات في قلب العاصمة، يمشي طوب. فوالا سور البافي هنا نتيستيولو لي زامورتيسور تاعو، يلزابسورب بيان لي بتي زاكو هادو تاع البافي. دونك
il est واش نقول لكم يا ليكيب سي هذا هو لو سيم سيمفوني اس تي 150 يستهل العلامه الكامله في المدينه لي كومودو هذوك توسكي كلاكسون كلونيو فار باش تشعل الضو باش وسمو كاع ابورتي دما قدام يدك ما تتعبش باش تيتيليزي وما تبداش تحوس عليهم ما تهبطش راسك دونك tu vas pas te déconcentrer la conduite. احبابنا تاع سكوتور دي زد بعد ما عملنا لكم ليسي والتجربه في المدينه رانا هنا في سور اون بتيت اوتوغوت طريق سيار طريق سريع شويه عنده اون ريبريز اكسترورديينار يعني عاود تعاود تقلع به نورمال عنده اون فيتاس دو بوينت حطة بصح واشنو برك لازم هنايا لازم نطبقوا نحترموا قوانين المرور عنده كونفور هايل والفريناج تانيك إلي اكسترورديينار اما فرين دورجونس ولا فرين تتفريني بعقلك لو سيم سيمفوني اس تي 150 هذا كامل إلي كومبلي كساسوا الخفه تاعو ولا لا فيتاس تاعو C'est une symphonie, voilà, il porte bien son nom, symphonie musiqia. كلش منضبط كلش كلش مريقلي. السلام عليكم نبيل صحيت مالا درتنا الاختبار تاع لو سيم سيمفوني اس تي 150 Le scooter le plus populaire de la marque Jazairia a été un raïk sur ce scooter. Ça, Hamadi. Donc, l'un des trucs qui part est le Sim Symphony ST 150. Je l'ai conduit sur l'autoroute ou au film d'Ina. Il est un je trouve, Ajibni Bzaf. Sur l'autoroute, le moteur il est vivace, il répond bien, il a un très très bon freinage. Le confort aussi, il est extraordinaire. Ouf, en ville, il est maniable, khfif, il se faufile très très bien en ville. Shukran. Ok, très très bien Nabil, yatik saha. Mala, gal ma'loumat akoum tibouhoum sur le site Scooter DZ. Sejrou akoum fi qanat Mac 48 bach tibou les prochains essais tawana. Assalamu alaikum, sahitou.